حمى العملة الافتراضية تصل إلى العاصمة الهنغارية، حيث افتتح أول صراف آلي لبيتكوين في حانة في وسط بودابست. أجهزة الصراف الآلي لا تعطي مالا، ولكن يمكن للمرء شراء بيتكوين بالفرنت الهنغاري وكذلك دفع ما استهلكه في الحانة. المشكلة في المجر تكمن في شح الإقبال على العملة الافتراضية وكيفية تحفيز الجمهور باتجاهها. المشغل يقول: هذه ليست سوى الخطوة الأولى. الآن بالطبع نطاق ضيق يسعى إليها، ولكن الخطوات الأولى يمكن أن تساعد على زيادة الاستخدام من قبل سائق سيارة الأجرة والشرطي بل وحتى أمي. خلال الافتتاح اعتبر المشاركون أن بيتكوين ترمز للحرية الاقتصادية المستقبلية وربما تكون العملة القادمة في المجر. ستيفان فارغا الخبير المالي يقول: بهذه الطريقة ستنطلق بيتكوين لتنضج في المجتمع بأسره وتصبح شيئا طبيعيا في حياتنا اليومية. البنك المركزي المجري سارع بتحذير المستهلكين الحاليين والمستقبليين من مخاطر العملة الافتراضية، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم. مراسلة يورو نيوز في بودابست تقول: هناك علامة تشير إلى وجود صراف آلي لبيتكوين في هذا المكان، وملصق آخر يقول إنها مقبولة هنا. هدف المشغل هو رؤية المزيد من هذه الإشارات قريباً. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.